20 مارس عيد ميلادك، كل سنه وانت طيب يا باشمهندس. طيبه كده، شاكرين جدا ودايما وابدا وانت في موفور الصحه والسعاده والعافيه. يمكن الظرف اللي احنا بنمر بيه بيحول دون ان احنا نحتفل ولا معاك تحتفل ولو بشكل مصغر. اللي بيحتفل عيد ميلاده ده انا بستغرب عليه، على راي عبد الوهاب قال له انتوا بتحتفلوا ان انا ضيعت سنه في سنه فاتت من عمري. لا لا لا، بنحتفل بيك قيمه ورمز كبير جدا. الله يخليك، ودايما وابدا وانت منور ملك وكتابه، ودايما وابدا وانت في موفور الصحه والسعاده. خليكوا لينا وما يحرمناش من جمهورنا. من كل سنه ومهندس الصفقات في أحلى وعافيه وسعاده ومنور ملك وكتابه. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.